الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين أيها الأخوة المشاهدون نهنئكم بقدوم شهر رمضان شهر الطاعة والغفران هذا الشهر الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه واله جاءكم شهر خير الشهور عند الله وايامه خير الايام وساعاته خير الساعات انفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عباده ودعاءكم فيه مستجاب وعملكم فيه مقبول فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله لنا ولكم جنه من النار يوم الورود احمد الله عز وجل ان يسر لي هذا اللقاء معكم ونحن في اول يوم من ايام شهر رمضان واول حلقه في هذا الشهر هذه الحلقات ان شاء الله وان كان في العمر بقيه سوف نستمر معكم الى نهايه الشهر العظيم ان شاء الله وسنتناول من خلال هذا البرنامج المعاني التي نزل فيها القرآن وكما قيل نزل بسبعه معان المحكم والمتشابه الترهيب والترغيب الامثال والرموز والقصص هذه المعاني السبعه التي نزل فيها القرآن وقد اختلف في هذه المقوله ان البعض يقول نزل في سبع احرف في سبع قراءات ولكن المشهور انه نزل بهذه المحكم والمتشابه والترهيب والترغيب والقصص والرموز والاشارات حقيقه سنتناول من خلال هذا الشهر ونركب هذا البحر المتلاطم بحر القران ونغوص في اعماقه وننتقل من موج الى موج ان شاء الله ان نعرف ما هو المحكم وما هو المتشابه ما هي القصص ما هو الترغيب ما هو الترهيب ما هي الامثال فمثلا الله سبحانه وتعالى حينما يقول نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران هل المراد من هذه القصص ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يسلي الرسول الاكرم صلى الله عليه واله مثلا ام لا ان لفي يوسف واخوته ايات للسائلين عبر ودلالات وبراهين كذلك الامثال بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون التفكر بالامثال الله سبحانه وتعالى عندما يضرب الامثال ويضرب القصص ويعطي الرموز في القران اراد بها ان يثير العقول لان الله سبحانه وتعالى انزل القران لاثاره العقول وليس جامدا كالتوراه والانجيل فلذلك نرى من الرموز مثلا يقول يوسف عليه السلام يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين رمز الله سبحانه وتعالى لاخوه يوسف بانهم كواكب والشمس والقمر ابوه وامه فلذلك يجب علينا ان نتمعن ونتدبر في القران لان الله سبحانه وتعالى اشار الينا والى الجميع كل من يمسك القران ويقرا ما بين هاتين الدفتين يجب ان يتدبر في القران افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها فهذا التدبر واجب على كل مسلم ومسلمه لان الله فرضه علينا اما ان نكون من المتدبرين او نكون من الذين على قلوبهم اقفالها حقيقه اليوم اود معكم ان نبدا بكيف نقرا القران وماذا امرنا الله سبحانه وتعالى عندما نمسك القران نريد ان نتلو اياته قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لماذا الله سبحانه وتعالى اراد منا الاستعاذه من الشيطان الرجيم قبل البدء في تلاوه القران اولا من هو الشيطان الرجيم هل هو ابليس ام يختلف عن ابليس لماذا امرنا الله سبحانه وتعالى بتجنبه والاستعاذه منه حقيقه قبل خلق ادم الله سبحانه وتعالى اشار الى الملائكه واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ما هذا الحوار بين الله والملائكة نحن قلنا في بداية الحلقة انه نركب موج ويذهب بنا الى موج اخر ثم نرجع الى الموج الاول فنقول: واذ قال ربك الملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هل ان الملائكة الله سبحانه وتعالى عندما حاورها هل الملائكة اعترضت في هذا القول عندما قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها؟ وهل ان الله سبحانه وتعالى يحاورهم من اجل اخذ الراي مثلا؟ هنا هذه الايه توضح قال اني جاعل اي اني مقرر بان يجعل في الارض خليفه اني جاعل وليس اني سوف اجعل فما تقولون اني جاعل في الارض خليفه الجاعل امر انه الله سبحانه وتعالى سوف يجعل في الارض خليفه الملائكه هنا هل استفهمت ام اعترضت ام ماذا نرى في سياق الايه ان الملائكه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ثم قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك بمعنى نحن اولى بالخلافه من ادم نحن اولى بالخلافه ممن سوف تخلق لان هل هم راوا ما فعل ادم هناك روايات تقول عن الامام الصادق عليه السلام إن قبل آدمكم هذا ألف ألف آدم فآدم الذي ذكر في القرآن هو الآدم الأخير الذي أشار إليه القرآن حيث أن لو دققنا في التواريخ أنه بيننا وبين آدم عليه السلام المذكور في القرآن بما يقارب مثل 15 ألف سنة أو 20 ألف سنة أما عندما نرى في التقارير انه في التنقيب يجدون هناك هياكل عظميه او هناك اثار يعود الى ملايين السنين، هذا دليل على انه هناك كان خلق قبل ادم ولا نعلم ما هذا هو الخلق يقال انه النسناس ويقال انه الجن كانوا في الارض ويقال انه ادميين كسائر البشر الموجودين حاليا. لذلك قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك بمعنى نحن المسبحين ونحن الذي نقدس جلالتك نحن اولى ان نكون الخلفاء في الارض هل هذا اعتراض ام ينظرون انهم اكفا باداره الخلافه في الارض اما ابليس لعنه الله عليه ماذا قال ابليس ابليس ايضا طمع في الخلافه في الارض قال انا خير منه انا افضل منه بمعنى خلقتني من نار وخلقته من طين بمعنى ان النار افضل من الطين قاس ابليس لعنه الله عليه بهذا القياس اذا هناك ارادت الملائكه واراد ابليس انهم يكونون هم الاولى بالخلافه في الأرض فلذلك نجد أن القرآن ذكر إبليس كلمة إبليس أحد عشر مرة في القرآن وكلها جاءت ما منعك أن تسجد بامتناعه للسجود لإبليس لعنة الله عليه في القرآن دعش مرة تكررت فقط في هذا الموقف فسجدوا إلا إبليس ابى واستكبر فسجدوا الا ابليس كان من ففسق عن من ربه فسجدوا وهكذا احد عشر مره ذكرت كلمه ابليس في القران انه امتنع من السجود هسه كلمه ابليس ما هي يقال لغه ان كلمه ابليس ابلس بمعنى سكت وتحير لغه انه ابليس سكت وتحير، لماذا سكت وتحير وسمي ابليس؟ لانه يقال ان ابليس قبل هذه التسميه كان اسمه عزازيل. فعندما اراد ان يلقي الحجه على الله سبحانه وتعالى بامتناعه للسجود انه سكت وتحير، نقول: ابلس الرجل ابلاسا بانه سكت وتحير. اذا كلمه ابليس بهذا المعنى انه كان متحيرا وقد سكت بإلقاء الحجه على الله سبحانه وتعالى بامتناعه عن السجود فلذلك بعد هذه المرحله ماذا كان ابليس كصفه اصبح اسمه الشيطان، الشيطان هي جاءت كلمه من شيطن او شطن كلمه شطن بمعنى الابتعاد هذا عندما يقال شطن الرجل اي ابتعد الرجل او يقال شطن البئر اي ان البئر له قعر عميق او بعيد فلذلك عندما ابليس ابتعد عن رحمه الله سبحانه وتعالى وابتعد عن اوامر الله سبحانه وتعالى اصبح من الشيطان اصبح شيطان اسمه شيطان فشطن عن امر الله سبحانه وتعالى لذلك كل من اعترض او ابتعد عما امر الله سبحانه وتعالى في القران من اوامر فهو شيطان فالكرسي شيطان والدولار شيطان والكبر شيطان والمنافق شيطان والكذاب شيطان لذلك الله سبحانه وتعالى في القران ذكر انهم شياطين الانسي والجن هناك شياطين من الإنس وهناك شياطين من الجن فلذلك إبليس لعنة الله عليه لما ابتعد من رحمة الله اسمه تغير في القرآن كما قلت إن اسمه كان إبليس هي في حالة الامتناع من السجود وقد ذكر أحد عشر مرة في القرآن بهذه الهيئة بأنه قد امتنع عن السجود أما بعدها عندما قال الله سبحانه وتعالى لآدم وزوجه ادخل ادخل انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره هنا فأزلهما الشيطان اصبح بهذه التسميه لان تلبس بهذه الصفه الشيطانيه الاغوائيه فاصبح اسمه شيطانا وان شاء الله نكمل الحديث غدا بعون الله تعالى والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته